انت بتبكي ليه؟ مش انا انقذته لما صرخ وطلب مني؟ من معجزات العذراء ميت بشار مع رزق ابراهيم فرج من كفر ابراهيم يوسف شغال سواق على العربية، وهو ماشي على الطريق شاف عربية داخلة عليه طلب شفاعة ام النور. العربية عملت حادثة واتكسرت منها كل حاجة، مفضلش حاجة سليمة، هو الوحيد اللي خرج سليم. اروح البيت مرته بتبكي، راحت نامت شافت العذراء مريم ظهرت لها قالت لها انت بتبكي ليه؟ مش انا انقذته لما صرخ وطلب شفاعتي. مزمور 35 لسان يلهج بعد لك اليوم كله يحمدك. سعدية سارديوس من الوراق دخلت في تجربة مرض ألم صعب في الظهر، راحت لكل الدكاترة قالوا صعب، راحت الكنيسة أبونا جرجس صلالها والعذراء اتدخلت ومفيش حاجة. في سفر أرمية 29 وتطلبونني تجدونني إذ طلبتمونني بكل قلوبكم. مريان عماد حلمي من المنوفية متجوزة من 6 سنين حصل حمل 3 مرات، راحت الكنيسة أبونا قال لها العذراء هتفرحك وتيجي تعمد هنا، روحت ربنا عطاها مريم. مزمور 147 يشفي المنكسر القلب ويشبر كسرهم. مارتينا ثروت من سوهاج متجوزة من 10 سنين وما حصلش حمل، الدكاترة قالت حجم مجهري، عملت حجم مجهري 4 مرات وفشل. سمعت عن معجزات العذراء بنت بشار، راحت الكنيسة أبونا جرجس قال لها ما تعمليش حجم مجهري وروحي للعذراء وهي هتفرحك. راحت عند صورة العذراء وقالت لها فرحيني زي ما فرحتي، ربنا عطاها مريم. علشان كده الإنجيل ما يقول وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. بركة شفاعة أم النور وصلاة أبونا جرجس تكون معاكم وتفرح لكم.